بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله علما ينتفع به. غرزة من أسهل الغرز، صيفية أو بتريدي تستخدميها للسكارف، غرزة رائعة جدا. شوفي شلون مفرغة، غرزة لطيفة جدا وحلوة وسهلة جدا، عبارة عن مضاعفات رقم 3. مضاعفات رقم 3 ولابد من غرزتين للحافة. معاي 23 غرزة على الإبرة. أول دور بنبتدي الغرز، بنشتغل أول دور مقلوب، كثير سهلة وبسيطة بنات، جدا جدا يعني ما بتتعذبي بشغلة أطلاقا. أول دور مقلوب، مقلوب كلياته مقلوب. بدي الغرز انتي تبعوتك اللي بتريديهم واشتغلي الدور الأول كلياته مقلوب، يعني دور المقلوب نشتغله مقلوب ما بده شي، ها كلياته مقلوب. هذا بداية أول دور، هي الغرزة مؤلفة من دورين، دور عدل دور مقلوب، ولكن العدل في إله شغل. دور المقلوب بتشتغلي كلياته مقلوب، ما في إلا أي إشكالات، غرزة صيفية ممتازة. بس بنصحك إذا خيطك بده 4-4.5 اشتغليه على 5، نصيحة مجرب، بتلاقيها بتعطي رخافة وبتعطي جمال أكثر. يلا هلأ دور العدل. دور العدل، أول غرزة ما بدنا إياها، هاي غرزة الحافة، شو بدنا فيها؟ ما لنا علاقة. ليكي وين بدك تدخلي؟ تدخلي بين الغرزتين الأولانيات، ادخلي بيناتهم، تمام؟ يلا اسحبي سحبة هيك، رخية، اعملي لفة، وبدك تاخذي هدول الثلاثة معا من الجهة الخلفية. هو بس أول غرزة بتضايق شوي لأنه بيكون بداية الشغل شادد، ها اسحبي هيك وخدي ثلاثة معا بس هيك خلاص. هلأ الثانية كمان ادخلي بين الغرزتين، اسحبي سحبة، خلي إيدك رخوة، اعملي لفة، لاحظتي اللفة منين؟ من ورا لقدام، ورجعي خدي هدول الثلاثة معا. سهلة كثير يا بنات، كثير سهلة وبسيطة، بس بدك تنتبهي انك انتي ما تنسي اللفة، مشان ايش؟ مشان ما ينقص معاكي الغرز. هاي ثلاث غرز بنسحبهم هيك سوا، بناخدهم مع بعضهم. هلا البعدة نرجع مندخل بين الغرز، نعمل لفة ومناخد ثلاثة معا، ثلاثة ها مو اثنين بنات، تنتبهوا ثلاث غرز، هاي ثلاث غرز مع بعضهم نسحبها. ثلاث غرز مع بعضهم، ارجعي دككي بيناتهم، اسحبي الغرزة، اعملي لفة واشتغلي ثلاثة معا، نسحبها، تمام؟ ليك هو خلوا ايدكم رخوة بنات. يلا هلا مندكك الغرزة، نسحب غرزة، نعمل لفة، إياكم تنسوا اللفة، ورجعي خذي ثلاثة معا، هدول الثلاثة باللفة الخلفية، ها هاي باللفة الخلفية، اسحبي خيطك هيك منيح، ارجعي كرري. هذا هي الغرزة، الغرزة كثير لذيذة، من حركتين نسحب باللف بناخد ثلاثة، نسحب باللف بناخد ثلاثة، ها وهي معلش بس وقت سحب الغرز الثلاثة مع بعضهم اللفة الخلفية بتعذبك شوي، ها يلا هلا نرجع كمان هون، ندخل نعمل لفة، نجي نسحب الثلاثة مع بعضهم، مضاعفات رقم ثلاثة بنات، لا تخربطوا بالعداد، ليكوا ما أسهلها طلعت قوام. وهلا آخر غرزة بنشتغلها عدلة، مثل ما قلنا لكم دور المقلوب مقلوب عادي. الغرزة شو بتجيكي بتشتغليها، اللفة من هون بدنا نشتغلها بنات، مو من تحت، من هون اللفة من فوق، ها تمام؟ ليك هو اللفة من هون من فوق، اللفة من فوق انتبهوا عليها، ها هاي اللفة مو من هون، نشتغلها من هون،
في لفة وفي سحبة. الغرزة كتير بسيطة وسهلة. هاي قبل، ها هاي قبل وهاي بعد، ها يلا. واحد اثنين وهي ثلاثة، وهلأ واحد اثنين وهي ثلاثة، والأخيرة تبعية الحافة. يلا نرجع من عند لكم إياها. ليكوا شلون، شوفوا كيف قد حلوة، كثير حلوة بنات، كثير جميلة. غرزة مفرغة رائعة، بتستخدميها لأي شيء، حتى ممكن تساوي منها للرجال. لاحظي شلون موديلة تطلع كثير حلوة. هلا بنرجع بنعيد، غرزة الحافة ما بدنا اياها، تمام؟ ما بدها شيء، ادخلي بين الغرز، طلعي من بيناتهم غرزة، لفي وخذي ثلاثة معا. مثل ما قلت لك بنصحك تكون معك الإبرة أكبر من العدد من المطلوب، تعطيكي رخاوة بالشغل، تعطي جمال. وعلى فكرة أوام بتعمر الغرزة ما بتعذب. هاي ثلاثة مع بعضهم، ها هاي ثلاثة، شايفة؟ بتاخد إيدك، بتاخد إيدك على الشغل. هاي وحدة، هلأ نرجع ندخل بيناتهم، نعمل لفة، هاي اللفة، نرجع بناخد ثلاثة معا، ثلاثة معا. بس أكيد أكيد لا تنسي اللفة، لأنه مشان تعوضي الغرز اللي أخذتيهم. شايفة هاي ثلاثة، رجعي ادخلي بيناتهم، هاي اعملي لفة ورجعي خدي ثلاثة معا، ها هاي ثلاثة معا. يلا نرجع ندخل، واحدة نعمل لها لفة، نرجع ناخذ ثلاثة معا. طبعا من اللفة الخلفية بنات أجمل، من الأمامية ما بتطلع حلوة. هلأ دخلي بيناتهم، ها اعملي اللفة ورجعي خدي ثلاثة معا، تمام. يلا هلأ مندخل بيناتهم، هاي لفة، هاي أخذناهن، نعمل لفة ومناخد التنتين ثلاثة معا، مو تنتين ثلاثة معا. وهي ثلاث وحدات. هلأ آخر شي خلصنا هاي وحدة، نجي نعمل لفة ونرجع مناخد الثلاثة معا. نبين عليكم كيف عم ناخد الثلاثة معا، ناخدهم هيك باللفة الخلفية ونسحبها. آخر وحدة عدلة. غرزة كتير لطيفة وسهلة، بتناسب المشغولات الصيفية وبتناسب السكارفات. أنا رح أسمي لكم إياها غرزة سكارف، وإنما هي بتناسب كل شيء. غرزة مفرغة لطيفة جدا، موديلها حلو، بيعطي مثل كأنه حبات العنب، بس هي يعني رح أسمي لكم إياها غرزة سكارف. غرزة كتير لطيفة وحلوة، من دور واحد بنات، دور واحد فيك شكليه انتي، مضاعفات رقم 3. بتأمل ان شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك، واهلا وسهلا فيكم.